وقف التاكسي، طلعت وقلت له خدني على وزارة مكافحة الفساد إذا بتريد. ضرب فرام، وقف السيارة، برملي راسه وقال لي شو قلت خيي؟ ساعتها فهمت اللعبة كلها. لو كنت رايح على وزارة تانية مدهنة كان الشوفير قال لي بتأمر يا باك. شو يعني مدهنة؟ مدهنة يعني فيها دهن، والدهن باللبناني يعني مال، نفوذ، تنفيعات، توظيفات. وألف شوفير تاكسي بيتمنى ياخدك ليها. هذا مش اكتشاف، هيدي معلومة بيعرفوها تلاميذ الجردان، وبيعرفوا كمان ليش فلان قاتل حاله على هيدي الوزارة وفليتان قاتل حاله على هيديك الوزارة. وصوت بيو طالع يقول اوعى خيك ياخدها. هذا رأيي، فكر فيها.